كان طلعنا بالشارع ما تريدنا. من قالت لنا انه انطيكم جواز زوجها يعني انه تعطينا فلوس حتى نرقص له، فاحنا ما وافقنا. قالت لاختي الكبيره ما وافقنا، فقالت هي تشد ويانا تقولين اطلعوا من البيت، انا مو بكم روحوا. وهاي بعدين طلعنا قمنا ننام بالشارع او من يم الجوارين، حتى ملابسنا يعني شو مرتب. من طلعنا لحقامنا زين صح، حتى السياره وهاي قمنا نخاف. فقبل جيراننا قالوا قبل فوت البيت، احنا فتنا. هي شو تقول؟ تقول هاي السالفه قعدتكم عشاير اذا فوتهم بيتكم، يعني تردنا بالشارع. زوجها هسه تركها من ورا ما انطينا عين. وهاي ومن ما بتوفى صار يعني كان يروح للشغل، ما اريده يروح للشغل ليش؟ لان تضربه. كنا ندعي من يروح للشغل نقول يا ربي كنا جار ما نفهم، نقول يا رب افتح من باب السر خلي يجي بابا بسرعه مني الشغل. كنا نقعد من الشارع عمي من مات بابا جال والله وسلت انه سوى كل شيء، ما مخلي ابد ما مخلي شيء بنفسنا يصرف. يعني تصور هذا اخويا عمره 4 سنين راح يعيش ويا كبار، يعني ويا شيوخ ليش وياه؟ من مات العمام يعني فترة أول ما مات حنفالي على قبره يقول إحنا بس هندللهم، ورا 10 أيام قاموا يضربون بينا. جم من مام يعني سوت جواز السفر، قالت يلا خاهي أنا بعد ما أريدكم أنا مو أبكم. على تربيتكم من ربت جهالك؟ أنا اللي ربيتهم عمر 10 سنين، أنا صور أنا سعت فوق الطابق حتى أطبخ لهم. حتى جداتي رقوا ماكو أسكت. تروح تطلع له للمدرسة يعني كانت موظفة يعني لها ساكن لو سوى معاملات. أنا أقوم أنظف البيت وحتى دراستي تدهن لها أموت لهم. أقول رؤى بابا كان هيك يسوى رؤى سوى نفس أبوك شمدو. حد ما صار عمري 17 سنة قلت هاي يا رؤى كافي. بعد هاي ما قدرت يعني ما قدرت حتى أتحمل، وصلت للانتحار يعني حتى شربت الدواء وتاهية ما يعني والله اشتروا 60 حباية بس حتى لا تموتين. شو طلع لي زيت السمك؟ والله زيت السمك حتى لو يعني كنت اوصف اخوتي قبل يوم قبل ما اموت قبل ما اشرب الدواء اقول المريم يعني انت بعد من بعدي انتهي لهم من شربت الدواء.